قناة جليلة. أم زولا حبيبتي، انتم مرافقيني ومعايا في هذه الأكلة الشهية. درت لكم اليوم الدجاج، كيجي رائع بحال كيف. وأنا كنبغيه يجي محمر ومقرمش، فاش كيجي هائل. حبيبتي رافقوني وتبعوا المقادير باش دائما يجيكم جديد ديالي. ايه فوالا حبيبتي، ها هو الدجاج ديالنا وجد اكستراوردينيغي. سلطه ماروكان كوم توجور ديما، ريزيتو كنحماق عليه انا وليداتي، بيتزا اللي بغاتها بنتي، الرمان ديالنا حبيبتي، الجبن، خبز. كيكونوا لي سلطه والرز ما كيتكاش الخبز بزاف، الجبن اللي بغا يديرو فوق داك الدجاج ولا يديرو في سلطه. حبيباتي كي كنقول لكم دائما العين تتاكل قبل الكريشه، يعني ديما الطبله تكون مزوقه زوينه واخا غير بالقليل. المهم نقادو الطبله ديالنا، مرحبا بكم معنا في هاد الغديوه، وريتكم الطريقه ديال الدجاج مقلي. مرحبا بكم حبيباتي، انا كنبغي الدجاج حمر مزيان، مش كيجي زوين حمروه شي. فوالا حبيباتي، ندوز معكم اليوم الدجاج مقلي بحال هكا، تتفلحوه بحال هكا كله، النور كامل هكا هكا كامل، باش تخليه الاقامه كامل هكا كامل، يجي بحال ديال الكيبسي كامل 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 كامل. حيدو ليه الجلدة، الإقامة حبيباتي غندير بزار، خرقوم بلدي تحميرة، سكنجبير، كمون. حبيباتي هذا عندي، حبيباتي هذا لا موطارد، عندي شوية د لاصوص، هذا لاصوص ألجيريا عندي، هذا الخل الخل الخل. درت هنا حبيباتي، درت البصلة والثومة محكوكة. انا البصله راه كنقول لكم تنديرها داك الماء كيدخل في اللحم ديال الدجاج كيجي بنين. عندنا خرقوم، عندنا البزار، عندنا شويه الملح، كمون، سكنجبير، تحميره سودانيه. عندنا الدجاج ها هو اللي فلحناه مزيان، كنفلحوه هكا مزيان 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 باش يشرب الاقامه، باش ملي تقلى يجي بحال كاس، يجي غزال. هي الطريقه ديال الدجاج حبيباتي المقلي، هذه هي الاقامه لي انا كنعتمد عليها، ديما ديروا الحامض ولا الخل. حبيباتي غناخد هاد لاصوص لي قلت لكم هادو، غنخوي عليها هكا، لا موطار، لاصوص ألجيريان، شويه ديال لاصوص طوماط، هداك اولا، وندير بصله بالثومة، ونقبط الإقامة كاملة. دابا عاد ندخل فيه هادشي كولو، هانتوما تشوفو كيفاش غادي ندخل ليه الإقامة، نخليه واحد ساعة. فوالا حبيباتي، هو الدجاج ديالنا ترقد، ترقد مزيان، غنقليوه بالطحين والسميدة، وندوز معاكم لي غنبغي نقليه. هانتوما هاكا كيجي، يعني الدجاج يكون عندكم بايت، الدجاج طريقة لاصيد ديالو راه عرفتو كيفاش، حيدو منو الجلدة وكلشي، غسلوه مزيان، كديرو عليه الحامض، تعصرو عليه. وريتكم طريقة الإقامة حبيباتي، حبيبي متابعيني متابعاتي، حبيبي خرج الرمان ولا مازال؟ قالك رمانة مغمضة، حنا نشوفو كيفاش تخرج هاد الرمانة. جابو راجلي نقيوه تما ونحطوه. حبيت نشارك معاكم الغديوة ديالي اليوم، ولادي بغاو دجاج مقلي، هادي الطريقة اللي عطيتكم ديال الإقامة، جربوها مغتندموش، وزوينة. تقليوه بالطحين والسميدة، تخلطو الطحين والسميدة وتقليوه، كيجي هائي. دابا ندوز معاكم كيفاش غندخل فيه الطحين والسميدة ان شاء الله. ملي كنبغي نقليوه كندير انا السميدة هكا، كناخد السميدة والطحين وتنخلطو مزيان، ميلونجيهم وكنقلي بيهم، نقلي بيهم الدجاج ديالنا. هادي هي الطريقة ديالي انا ديال القلي ديال الدجاج، كنعتمد على السميدة والطحين ضروري، ملانجيهم نخلطهم ديما، نخلط ديما السميدة والطحين، نخلطهم مزيان، السميدة الرقيقة
خلطة مع الطحين مزيان ودوزو فيها الدجاج ديالنا، وديرو الزيت سخن مزيان تبداو تقليوه كيجي هائل رائع. فوالا حبيباتي، دخلت فيه داك السميدة كلها وداك الطحين، كنخليه هكا كيشرب يزيد يشرب، نعاود نمرمر نمرمر مزيان 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 شويه هذا كيشرب. داك السميده كلها دخلتها والطحين، دابا غندوز نبدا نقلي تقليب الدجاج ديالنا على بركه الله. جربوه ما غاديش تندموا حبيباتي، كيجي غزال رائع زوين زوين بزاف 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 بزاف. الدراري اللي كيحماقوا عليه ماشي مشكل، هو في حق القليره مدار لينا حنايا، ولكن ماشي مشكل مره مره نديروا الدراري خاطر ديالهم بحال هما اليوم. الحد انا كندير وليداتي وراجلي داكشي اللي تشهاو باب قال لي دير هنينا، درتو ليهم. جربوه ما تندموش حبيباتي، الطريقه ديال الدجاج مقلي كيجي بحال شكل كنتاكي ولا احسن اي حاجه ديال الدار غزاله. تجيبي الحاجه وتصاوبيها وتعدليها على شهات بيتزا، كيعجبوها هادو اما تصاوبهم ولا كيتباعو طالعين بهاد لاصوص اولا، كتجي غزاله. ديري اولا فرماج موتزاريلا صافي كتجي غزاله، تدخليها الفران وتخرج كتجي فنه. وهاد لاباط اصلا زوينه، هادي لاباط بالزبده فنه، حيت فيهم بزاف الاشكال. حبيباتي رافقتوني من الاول باش تصاوب الدجاج مقلي ولي سلاد، وزوقت الطبيله هكا. كنحب ديما لي صوص اللي بغا لي صوص المونادا عصير ولا الماء. حبيباتي دائما نتوما باش تعاونوني، واحد لو جيم ابوني لايك لايك جيما معايا، بارطاجي باغ الاهل والحباب والصحاب، ودائما دقوا الجرس باش يجيكم الجديد ديالي حبيباتي، الجديد ديال القناة جليلة أم زولا. إن شاء الله فيديو جديد، حياة جديدة، روتيني اليومي جديد، نتوما مرافقيني دائما بمساندة ديالكم. هما هادو المقادير ديال الدجاج، تبعوهم كيجي هائل غزال. بيتزا مارغريتا هاد لي كيش خديناهم واجدين، درنا فيهم لاصوص طوماط، درنا فيهم لو فخوماج، كيجيو زوينين ومقرمشين وزوينين. بنتي تشهات بيتزا مارغريتا لاصوص طوماط الفخوماج موتزاريلا وبيان الحمر سلاد كوم توجور ماروكان، كتجي غزاله هائله رائعه. دجاج مقرمش كيجي فن بحال ديال الكفس، وحسن الريزيتو توجور، انا كنحماق على الريزيتو انا وليداتي كنموتو على الريزيتو. بيتزا مارغريتا، وديما حبيباتي حافظوا على الرونق ديال الطويله ديالكم، لان العين كتاكل قبل من الكريشه، كل شيء يجي مقاد طويله مزوقه. كانوا عندكم الناس غير انتي وليداتك راجلك، انتي كتحلك الشهيه الماكله ديما. حبيباتي انساتي متابعيني متابعاتي كونوا انيقات، كنحمق عليكم وانتم ديما مسانديني ورافقيني. جيم ابوني بارطاجي لايك دقوا الجرس فرقعوه.